فاضل حاجه بسيطه يا جماعه. طيب وصلنا شايفين ماشيين سنه ازاي؟ اتكلمنا على ها ستيمولس ريسبتور باث واي، فاضل لنا السنتر اللي هيوصل له البين، صح ولا لا؟ قال لك خلي بالك الارياز اوف ذا برين ريسيفنج بين هتوصل للسنسوري اريا فور لوكاليزيشن اوف بين، لو نعمل له لوكاليزيشن سنت جريد جايرس تعمل لك حاجه اسمها ايموشنز، انت بتتكلم في الليمبك سيستم، امجدالا ايموشن وميموري، يعني واحد خلي بالك تيجي الطفل صغير لسه بيتعلم المشي ولا حاجه وايه وكنت حاطط له حاجه سخنه قدامه هو ما يعرفش ولا يعرف دي سخنه ولا بارده، هو ماشي وهو صغير لسه بيتحسس الدنيا وبيتعلم لسه ما يعرفش حاجه في اي حاجه، فشاف حاجه منوره قدامه شمعه مثلا منوره ما يعرفش هي ايه، مسكها بايديه لسعته، لو جه مره ثانيه حطيت له الشمعه هيروح لها تاني، ده ميموري صح؟ ده المثل عندنا في مصر بيقول لك ايه؟ اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، عارفين يعني ايه الشوربه؟ اللي هي المرقه بتاعت الدجاج او اللحم، لقيتها سخنه وبتشربها كده لسعتك الزبادي اللي هو جاي من الثلاجه تقعد تنفخ فيه، صح ولا لا؟ كلام كويس. طيب الهايبوثالاموس علشان ايه بقى؟ خلي بالك انت دلوقتي واحد اما يتشك يقعد يعيط، واحد اما يتشك يغضب، يبقى ايموشنز، احنا عارفين الهايبوثالاموس سنتر للايموشن، صح ولا لا؟ يبقى مهم علشان الايموشن والاوتونوميك رياكشن. طيب بيوصل لايه تاني؟ اذر ايريز اوف ذا برين، يبقى فهمنا يا جماعه ان البين ممكن يوصل لاماكن معينه وده سبب الرياكشن للبين، شوفوا الكلام بيجيب بعضه ازاي بقى. وبيوصل لاماكن يبقى له رياكشن، يبقى هو اي رياكشن جت قبل كده سؤال اس كيو. بادي رياكشنز تو بين. بادي رياكشن للبين يعني البين بيرد ازاي للبين؟ بيستجيب الجسم بيرد ازاي على البين؟ ممكن سوماتيك او موتور ريفلكس، خلاص احنا على وشك نخلص يا جماعه. والدرور ريفلكس او مصر الجد، بمعنى انت قاعد واحد جه من وراك قام شكك بدبوس هتبعد وسترول سباينال ريفلكس، واحد عنده ابدومينال ايه بين سببه ايه؟ ان مثلا وليكن تندر ليفر جبت انا اكزامينيشن مش بيحصل ريجيديتي صح، يتقال عليه جاردنج ريفلكس، ده انت بتعمل بروتكشن لهذا الريسك صح ولا لا؟ عشان افرض ان ايه ضغطت جامد بسهوله اثرت على الفيسكس ده بقى ابنورمال ممكن يبقى بيرفوريتد او لو هو ايه هولو فيسكس. طيب سبب السمات قلنا سباينال ريفلكس، ايموشنال ده احنا لسه قايلين الامباس توصل لمين؟ لسنترز اوف ايموشن ليمبيك سيستم و وريتيكولار فورميشن وهايبوثالاموس. فقال لك خلي بالك ممكن يحصل انكزايتي ممكن ديبريشن واحد يعيط كراين. ثالث حاجه اوتونوميك رياكشن، دايما بقول الحاجة أما تزيد عن الحد تتقلب للضد، فالمايلد بين غير السيفير بين. المايلد بين هيعمل ستيميوليشن للسمباثيك، هيروح ستيميوليت الهايبوثالاموس سيرت نيوكلاي في الهايبوثالاموس تدي اوريجن للسمباثيك، فمع المايلد بين تلاقي فيه تاكيكارديا وانكريز في البلاد بريشر. طب سيفير بين بقى، ما هو المثل بيقول لك ايه بقى؟ طرف لعنة على عينيه قلبها عميانة عميانة، صح ولا لا؟ هو دلوقتي خلاص يعني قعدت تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه خلاص هينفجر ما عادش هيتاثر، يعني انت ابنك مثلا افضل حاجه هدد لكن ما تعملش، لانك لو وصلت لمرحله انك ضربت خلاص ما عادش فيك بعد الضرب، لكن يا مروان لو ما عملتش كذا انا مش هعمل لك كذا، يا مروان اعمل كذا ما تزعلنيش انا هعمل انا هعمل، يبقى انت في حاطط لنفسك ليميت للكلام صح ولا لا؟ فهنا وقت لما يحصل سيفير بين عمل استيميليشن للهايبوثالاموس اللي بدل ما تعمل ستيميليشن لسمباثيك لا عملت ستيميليشن لبارا سمباثيك فيعمل براديكارديا يعني ديكريز الهارت ريت وديكريز البلاد بريشر. طب حاجه مهمه جدا ممكن تيجي لوحدها سؤال اس كيو، حاجه اسمها هايبر انجيزيا، يعني ايه هايبر انجيزيا وايه سببها؟ هي لحالها ممكن تيجي تسال اس كيو ركزوا وهتسمعوا عنها كتير في الباثولوجي، ادي مثال يا جماعه ليه؟ للبروتكتيف فيستورا ريفلكس. طب الهايبر انجيزيا اول حاجه يهمني ديفينيشن It is a pathological skin condition يعني not physiological in which non-painful stimulus cause severe pain. يعني واحد مجروح يعني من ثلاثة في inflammation فيها وفي severe pain مجرد تلمسها كده وتحس بوجع ده مش طبيعي، يبقى دي بقول عليها هايبر الجيزي يعني هايبر sensitivity to pain بقت painful more painful than normal. يبقى definition يقول لك define هايبر الجيزيا and outline its mechanisms او اتس تايبس او تايبس او ميكانيزم اوف اتس تايبس مثلا، يبقى باثولوجيكال سكين كونديشن ان ويتش نون بينفول ستيمولس كوز ايه؟ بين.
فينها برايمري هايبر الجيسيا ات سايتوفليجن اللي بالاحمر دي السايتوفليجن. Apparently healthy area around this primary region ممكن يحصل فيها هايبر الجيزيا بقول عليها secondary هايبر الجيزيا. طب البرايمري هايبر الجيزيا سببها ايه؟ نشوف. يبقى البرايمري هايبر الجيزيا السايت اوف ليجن هلاقي المنطقه دي ايه؟ ريد هوت بينفول سوولن صح ولا لا؟ مش دي ساين اوف انفلاميشن؟ طيب اما يحصل تيشو دامج ركز يا ترك اما بيحصل تيشو دامج هيحصل ريليس لسيرتن ميديتورز يبقوا فازو دايليتور زي الهستامين. الهستامين بيعمل ايه؟ فازو دايليتيشن. طب ما يحصل فازو دايليتيشن للفيسل البورز الفتحات اللي فيه توسع فيحصل مور فلتريشن فلويد. ما يحصل اكيوميليشن فلويد في الانترستيشن معناها اديما. هذا الاكيوميليتد فلويد هيضغط على نيرف اندنج فيعمل سيفير بين. وان يكمل المهمه كمان الافرنت وهو ماشي كده بيطلع سايد برانش. هذا السايد برانش بتمشي في الامبلس عكس الاتجاه. يعني كانت الفايبرز الامبلس ماشيه كده. السايد برانش هتمشي كده ويسايكلوا عليها انتدروميك فايبرز. بتعمل لوكال فازو دايلاتيشن فيحصل هايبرينيا ويحصل لوكال ايديما ويحصل بينك. يا دي اللي انا بقول عليها ايه؟ الميكانيزم اوف برايمري هايبر الجيزيا. طب السراوندنج اريا يحصل فيها سكندري هايبر الجيزيا. ميكانيزم يتقال عليها ايه؟ كونفرجنس فاسيليتيشن ثيوري. يعني ايه؟ فاكرين الكونفرجنس بروجيكشن؟ دي شبهها تقريبا قريبه من نفس الرسم بس تفرق في ايه؟ ان دي سكين كونديشن اهو البرايمري اريا بيطلع منها قفل صح؟ بيروح لسيرتن دورسال هورن سيل. السراوندنج اريا بيطلع منها انظر قفل روح ذا سيم سكندري اوردر نيرون. بس البرايمري اريا كانت عامله فاسيليتيشن الاول زي ايه بالظبط؟ تاكلوا كتير قبل كده واحد اعز اصحابك جاي انت زميلك معاك في الدفعه انت قاعد مستني الدكتور خالد وانت اصلا جاي يعني مش طايق نفسك ان في محاضره الدكتور خالد مش عايز يعني لولا الغياب ما كنتش حضرت. فده جاي يقول لك صباح الخير فانت قمت رايح يا اخي احترمنا جاي ليه وقعدت تشتم فيه وتهز فيه قدام زمايلك كلهم وبسبب ايه حاجه ثانيه خالص الراجل يعني كان حبيبك قوي يعني عايز اعرف قوي استغرب عمره ما تصور ان مش هقول نافذه ان مروان يعمل معاه كده فسكت المفاجاه صدمته روح البيت قاعد ينكت في نفسه لا انا ما ردش عليه يهزقني قدام زمايلي يعني يا احمد وقعد طول الليل ما نامش انا هردها له بكره وجي من بدري خلاص وقعد استنى زميله قدام الدفعه كلها زميله بقى مروان جاي له صباح الخير وتقول له صباح الخير كمان تنت 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 صح كان هو فاسيليتيتد مجهز مهيأ فانت عندك البرايمري اريا ده هي بعتت فايبرز لهذه السكند اوردر نيرون هيئتها عملت ريليز لسيرتن كيميكالز بقت فاسيليتيتد مجرد ستيمولس بسيط ينور يعمل لها ايه؟ السيفير بين يبقى الهايبر الجيزيا سهله ولا صعبه يا جماعه؟ اخر نقطه مش تاخد ثلاث دقائق وشارحها النهارده برضه حاططها على اليوتيوب من التفصيل اللي هي البير كنترول سيستم لان انا برضه توقعت انها ايه وقتها يبقى ضيق بس مهمه جدا تتسال سؤال اس اي كيو بير كنترول سيستم ازاي الجسم بقى بيدافع عن كيانه وعن وجوده وعن البين ده يحاول يتخلص من البين قال لك في حاجه اسمها جاي ثيوري اوف بين ودي جت قبل كده اس كيو شفتوا بقى المحاضره قلنا جت قبل كده قد ايه مهمه جدا كتير حاجات كتير جاي ثيوري اوف بين كنترول هي اساس ده كله وانت ما نشرحها اهو هتفهموا ليه هي مهمه جدا. جيت ثيوري اوف بين كنترول ديسندنج فايبر اوبيت سيستم ستريس انالجيزيا. نبدا باول واحده عندي اللي هي الجيت ثيوري اوف بين كنترول. ركزوا معايا يا جماعه. بصوا انا عندي دلوقتي الريسبتور اهو. ادي الريسبتور. ادي الستيمولس. ماشي الكلام؟ حصل الايه بينفول ستيمولس فأدى الايه؟ الفيرست اوردر نيرون راح في اتجاه مين هنا؟ الدورسال هورن وعملت سيناس مع مين؟ مع السكند اوردر نيرون هتعمل كروسنج للكونتر سايد صح كده؟ وتروح للثيرد اوردر نيرون هنا في السالامس ومنها للكونترا لاترال مين؟ سنسوري كورت مش ده البصوي بتاع البين يا جماعه؟ انا خلي بالك ركزوا كلمه جيت يعني ايه؟ يعني بوابه
فجيت سيري بيقول لك ايه؟ Along the pathway of Bell there is certain gates at which we can suppress or depress pain. اول جيت اللي هي السبستانشيا جيلاتينوزا وفرولاند. صح؟ تاني جيت عندي في البوسترو او الفنترو بوسترو لاترال نيوكلاس اوف ثالامس. يبقى الجيت ثير ستيتس ذات at certain part on the ايه؟ بين باثواي. بين كان بي سبريسد باي كنترولينج ايه؟ ذا كيميكال ترانسميتر ريليز. الاساس في الاول خالص كانوا بيقولوا في جيت واحده هنا. سبستانشيا جيلاتينوزا اوف فرولاند. بقى كانك لقيت في سكند جيت اللي هي مين؟ الفنترو بوسترو لاترال نيوكلاس اوف ثالامس. يبقى جيت سيري بقول ان السبستانشيا جيلاتينوزا هنا اشتغلت كبوابه. لو سمحت بمرور الانبس بقت البوابه مفتوحه، احس بالبيت. لكن لو لاي سبب عملنا انهبيشن لهذه السينابس يبقى انا عملت كلوجر للبيت. طب ده بيتم ازاي؟ دي اسمها الجيت ثيوري اوف بين كنترول. بيتم ازاي؟ ركز معايا. هكبر الرسمه هنا وهشرحها لكم على الصوره هنا. بص لو جبناها هنا، بصوا يا جماعه. انت عندك الدورسال هورناي. وادا عندك هنا اهوت. الفيرست اوردر نيرون اهي. وادي السكند اوردر نيرون. صح؟ اللي هتعمل كروسنج. احنا لسه قايلين ان السلو بين بيطلع كيميكال ترانسميتر اسمه سبستانس بي. واحنا دايما كلنا نخشاها، اكتر حاجه نخشاها السلو بين. لان الفصل بينه وبيجي وبيمشي بسرعه، صح ولا لا؟ لكن السلو بين يعني زي كرونيك بين. بين قاعد انت عايز تخلص منه، انت بتروح للدكتور عشان تقول له والله يا دكتور زي ما بتلاحظ، انت لو راكب في مواصله مع حد او حد عارف انك دكتور، حتى لسه طالب في كليه الطب. يقول لك يا دكتور والله انا من ثلاث سنين كان جالي مغص في ضفر رجلي الشمال. هو مش فاكر حاجه وعايز يتكلم وخلاص وعايز يقول لك اهو دكتور استفاد منه بنصيحه. فاهمني؟ هل هيشتكي لك كده ولا واحد يقول لك والله يا دكتور انا بقالي ثلاث اربع ايام الم فظيع مش قادر مش ما بيروحش. مين اللي الشكوى بتاعته لوجيك؟ ان واحد يقول لك ده جالي الم لمده دقيقه وخلاص وما اتكررش تاني، ولا واحد يقول لك انا بقالي ثلاث ايام ما بنامش من الالم. وكان انا بخاف منه، فتلاقي السبستانس دي طالعه اهي. هذه السبستانس بي طالعه من الفيرست اوردر نيرو. راحت ناحيه السبستانشيا جيلاتينوزا فرولاند اللي هي السكند اوردر نيرو. قال لك خلي بالك. لو انا جيت دلوقتي فكره الابر الصينيه وفكره الايه؟ انتوا عارفين اللزقه الامريكاني؟ اللزقه اللي بتحطها على مكان القلم. ايوه ايوه. وفكره ابو فاس، عارفين ابو فاس؟ لا. اللي بتحطه على القوره ده لما الواحد يكون صداع شديد. في واحد صيدلية اسمه ابو فاس. بتحطه كده بيشتغل لوكال بيهدي الصداع. فكره الحاجات دي كلها قايمه على ايه؟ على الجيت ثيوري وبين كنترول. ازاي؟ ركزوا معايا. او انت دلوقتي لو جيت مثلا القلم هنا وانت جيت عملت ايه؟ حك كده الجزء في ريحه شديد بشده ممكن يهدي القلم. ازاي؟ ركز معايا. انا دلوقتي لو جيت لو عملت ستيميليشن لنيرون ثانيه فكره الابر الصينيه اكيو بانكشر. النيرون الثانيه دهيت رايحه وهي داخله في السباينال كور بتطلع لاترال برانش. ديت لها خريطه معينه في الجسم. اللاترال برانش دهوت هيستيميليت انهبيتوري انتر نيرون. هتروح تعمل ايه؟ انهبيشن للريليز اوف سبستانس بي. او الانتر نيرون نفسها تروح تعمل انهبيشن مباشره للبوست سينابتيك نيرون اللي هي السبستانشيا جيلاتينوزا. يبقى انا منعت الريليز اوف سبستانس بي، يبقى منعت الكونداكشن. وضحت الصوره؟ النيرون ده الانهبيتوري دي بتطلع حاجه اسمها الانكيفالين. اندورفينز. بص على الصوره دي، بص يا جماعه. هذا ايه؟ لارج نير فايبر اللي بالازرق ده. شايل بروبيريو سيبشن. وادى اللي بالاحمر ده بين سنسيشن. البين سنسيشن هو طالع دي سكته اللي بالاحمر دي. السايد برانش هنا عمل استيميليشن لانهبيتوري انتر نيرون. هذه الانهبيتوري انتر نيرون عملت انهبيشن لمين؟ للسكند اوردر نيرون فعملت البين، وزي ما قلت عليها جيت ثيوري اوف بين كنترول. انا خلي بالك في حاجه اسمها اوبييت ريسبتورز اللي انا لسه قايل لك ايه؟ في حاجه اسمها اوبويد بيبتيد لسه قايل لك مثال لهم الانكفل. قال لك الاوبييت ريسبتورز ديت ممكن تعمل كنترول للبيل حتى من اشهر الحاجات لما يبقى سيفير بيل. خلاص احنا على خلاص يا جماعه انا عندي كلمه عصب بس هخلص بسرعه عشان ما يبقاش فيه بقايا. قال لك خلي بالك لما بيبقى فيه سيفير بيل يقول لك
اديله حقنه مورفين، بس دي بتبقى ايه يعني للضروره القصوى وتبقى اندر ريستريكشن. انا دي من الحاجات الايه المخدرات، صح ولا لا؟ فبتشتغل الاوبيات، الاوبويد بتبتدي دي على حاجه اسمها اوبيات ريسبتورز. ممكن يشتغلوا بريفرال زي حالات اكيو بانكتشر الطريقه اللي احنا قلناها ان في الاخر هتطلع لك ايه الكفن. ممكن تشتغل على الضرس الهرن بنفس الطريقه ان في الانهبيتور انتر نيرون تطلع لك اوبويد بتبتدي الكفن. في البرين ستيم ممكن تنزل لك ديسندنج تراكت. لو احنا عملنا ستيميليشن للاكويدكت بسبب مورفين مثلا حقناه هناك، قال لك هيحصل ستيميليشن لسيرتن ديسندنج نيرون جايه من البرين. هذه الديسندنج نيرون بتعمل ستيميليشن لهذه الانهبيتوري نيرون في السباينال كور، فبتعمل ايه؟ ودي وظيفه مهمه جدا للهايبوثالاموس. اخر نقطه للهايبوثالاموس والبيتيوتري من البادي رياكشن اللي بينا يا جماعه. احنا اتفقنا ان السنس المركز الحاسيس في الجسم ايه؟ سنتر اوف ايموشن، الهايبوثالاموس. فالهايبوثالاموس لما تستثار بهذا البين هتعمل ايه؟ هتعمل ستيميوليشن لسيرتن ديسندنج نيرون، هتروح تقفل الفيرست جيت اوف بين كنترول. يبقى عملنا كنترول للبين ولا ما عملناش؟ عملنا. وادي رسمه بتوريك ايه ده الايه؟ الديسندنج تراك اللي بتنزل تعمل كلوجر للفيرست ايه؟ جيت. اخر نقطه، واحد يقول لك ايه؟ احنا شرحنا الريفيرت بين، واحد يقول لك هو هيقولها لنا تاني؟ ركزوا اخر نقطه وخلاص ونبقى خلصنا عشان بس ما يبقاش لنا ايه بقايا، بلاش اقول دي خلاص. ركز معايا، يقول لك خلي بالك واحد هو اثناء المعركه هو بيحارب وبيضرب وبيتخانق ممكن يبقى مجروح. يعني انت ما تستغربش كده وانت بتسمع في قصص الصالحين يقول لك ده واخد ما اعرفش ايه 50 طعنه بسهم، ما سمعتوش او 20 طعنه بسيف وكان بيحارب لاخر نفس. شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه، مع الاسترس ما تحسش بايه. هديك مثال، انت قاعد دلوقتي مزنوق يعني هيخلص ويخلصنا انت حرام عليك زهقنا منه ملينا وعايز تجري تروح على الحمام خلاص مزنوق على الاخر وحاسس بسيفير بيه. انت رحت على الايه على الحمام وعلى باب الحمام قد التركي وانتوا بينكم وبين بعض عداوه شديده، مسك في زمره رقبتك كده وقعد يتخانق معاك وانت تضرب فيه ويضرب فيه، قال له معلش استنى اروح الحمام. ينفع الكلام ده يا جماعه؟ هيحصل سبريشن للديزاير اوف ميتيريشن، هتلاقي نفسك اتلخمت ويتقال عليها ايه؟ استرس انالجيزيا. وضحت الصوره يا جماعه؟ الامور سهله ولا صعبه؟ تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده، اتكلمنا على البين سنسيشن، عرفت يعني ايه بين ويعني ايه نوسيسبشن، اتكلمت على التايبس اوف بين، اتكلمت على الباسوي اوف بين، اتكلمت على البادي رياكشنز للبين، عرفت يعني ايه ثيرد بين، وايه اخر حاجه عندي؟ اتكلمت على البين كنترول سيستم او الانرجيزيا سيستم.